الوزراء يعطي تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أومي يونيبو بالتباحث مع الجانب الاثيوبي في انشاء مشروع اتفاقيه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه جمهوريه اثيوبيا الفدراليه الديمقراطيه بالتعاون او للتعاون في مجال الدفاع والتوقيع عليه ومن ثم رفع نسخه نهائيه موقعه لاستكمال الاجراءات النظاميه.